نسويها في نهاية شهر سبتمبر 2023 من 50 سنة. كنا في بيتنا، أنا من أمريكا الإسماعيلية، كنت معاق في مدينة الفلسطين. وفجأة في روسيا في 22 سبتمبر انفجرت من شوارع والشرفات والنوافذ نحيب وبكاء قهر جماعة. ثاني يوم الناس بيتكلموا وسمعت وزن بيقول سكين اللي حي مكانه محمد حسن. انا قلت الاستاذ ايه كان الكاري، تعرفت عليه في مكتبه اللي منزله في الجيزه، وهو يعني مات عليه بالتهاش، يعني لا اعتقد انه تهاش طبيعي. ايه كان في الحقيقه كان جزء من المشروع وليس مجرد معبر عن مشروع ثورة 23 مارس. واعتقد ان الدور الاكبر الاستاذ محمد الحسني مش مجرد الدور الاكبر للاستاذ هيكل، مش مجرد احد صناع مشروع 23 يوليو مع رئيس جمال عبد الناصر ومع رفاق رئيس جمال عبد الناصر، لكن الحقيقة دور الأكبر كان في ثورة 30 يونيو وبيان 3 يونيو. الدور الحقيقي الأكبر للأستاذ هيكل، وده اللي لابد أن يتحدث عنه المستقبل ويوقف الأستاذ هيكل حقه فيما جرى في هذه الفترة العصيبة من تاريخ مصر. أنا أعرف بعض تفاصيل عن هذا الدور، لكن التفاصيل كاملة أتمنى لو كان الأستاذ قد دونها في الأوراق. ربما الأستاذ عبد الله السناوي يعلم أكثر مني، لكن هذه حقيقة في تقديم قصة هذا الكتاب. عرضتها على الأستاذ هيكل وقلت له، وأنا طبعاً الأستاذ هيكل هو عامل المؤسسات، بدأ في الإيجيبشن جازيت ثم في أخبار اليوم، وطرق التحرير مجلة آخر الساعة، طرق التحرير جريدة الأخبار، الناس كتير ما تعرفش، وترقص مؤسستي الأهرام وأخبار اليوم فقط. دي للمرة الأولى والأخيرة، والمرة الثانية الصحافة المصرية، لعلها ما تكونش الأخيرة. عايز أقول الأستاذ هيكل ذهب إلى الأهرام، نجمة في زمان صاحبة الجلالة، ذهب لكي ينقل لها خلاصة مدرسة التبع هذا الصحابة المسيرة وخلاصة تجربة الأخوي الأمين و رؤيته هو وبحكم اختصاصه في التجربه الصحفيه الحقيقيه، واستطاع ان ينهض بالاهرام ويجعلها واحده من اهم 10 صحف في العالم ومن مؤسسه الاعراب العامه المؤسسه الكبرى. دكتور استاذ حضرتك يعني تعبير معين كده، انا طبعا من عشاق الاعراب، لكن بحب ادعم طلبت منه ان احنا نعمل حاجتين، نجمع مقالات في اخبار اليوم في اليوميات، وبالمناسبة اتكتبت من 65 سنة، كان وقتها بيتراوح عمره بين 32 و 34 سنة، وبعض الشباب في هذا السن الان اما لم يعيز في صحبه واما لم يقرا ما يكفي في غير كتب الدراسه ويزود من الصحافه، والبعض لم يحفظ فرصته او لم تتح له الفرصه انه يتمرس على التجارب التي تمرس عليها الاستاذ هيكل في ذلك الوقت، من الحرب العالميه الثانيه لحرب فلسطين للحرب الكوريه للثوره المصريه لحرب السويس. حرب السويس كانت في منتصف
فترة تتناولها يوميا الأستاذ، الكتاب الثاني كنت بتكلمه على مقاله في آخر شهر، في فترة سابقة، فترة سابقة مرة، مجهودي أهم المقالات اللي كتبها في السياسة، إن شاء الله الكتاب القادم هيكون عن مقالات الأستاذ هيكل في آخر ساعة. أنا الحقيقة عندي معاناة شديدة جدا في محاولة أن أكتب مقدمة طلبها مني الأستاذ محمد شعيب والأستاذ عبد الرحمن هذا الشباب. يعني الأستاذ دي كان الذي يقدم، لو أنا الذي يقدم الأستاذ دي، أنا كان الأمنية حياتي ثلاثة تقديمها يعني. إنها ألتقي الأستاذ. وكان أحاول قول مقرر منه وإني أجري وإنه يتم المقدمة. أمنيتين من ثلاثة أنا حققتهم، الأمنية الثالثة أضعتها، ولكن أنا شايف إن أنا ما كنتش كاتب مقدمة، لأن التلميذ لا يكتب مقدمة أستاذ أساتذته، وده ضد ناموس الأشياء، لكن أنا كنت بكتب مشاعر بالنسبة لهذا الرجل في رأيي إن من أنبل وأرقى البشر ممكن يستمع بينه، رغم البعض التصور أن الأستاذ هيكل رجل مغرور ومتعجب ومتعالي، أكثر الناس تواضعا واحتراما ورقيا، هو رقي في ذلك. Thank you.